مشاهدينا الكرام متابعينا عبر بوابة الغرابيتي الصامتة على موقع تيتا اونلاين، معنا مجموعة من العدائين، منهم القدماء ومنهم الجدد، متميزون ومتألقون ايضا في العاب القوى. حضروا السباق النسوي السنوي لجمعية فضاء المرأة. استاذ سي المهدي العربوي، سي المهدي العربوي، سي بودينار، محمد المصطفي، محمد المصطفي، نور الدين ايتكيكي، ثم سي زعام. اشنو غتقولوا في سميتو؟ ماذا يمكن يعني يعني كيفاش جاتكم الدوره ديال السباق السنوي ديال الفضاء المرأة هذه السنه؟ واحد فيكم يتدخل بعد ان شاء الله باش ندير واحد الدردشه حواريه. اكيد نهضروا على العاب القوى في تنغير، وعندنا الالعاب القوى والرياضه النسويه والرياضه بصفه عامه. تفضل سي مولانا. الدوره يعني ناجحه بكل المقاييس كما قلت سابقا، ماشي سهل باش انه يجمع ما يناسب 100 اداء باش انها تعرف اولا على العاب القوى، تعرف كيفاش تجري. فالحمد لله كما قلت هذه مبادره زوينه، وخصنا نعاودوا نشجعوها. لان المراه في تنغير خصها تتحرك، خصوصا يعني في الميدان الرياضي، وخصوصا العاب القوى اللي تشهد يعني واحد الثوره حقيقيه على الصعيد اقليم تنغير. اللي بهذه المبادره هذه تنهني جميع العدائين ديال المنطقه، عداءات وعدائين، وكنتمنى ان شاء الله باش انهم يعني يزيدوا يحققوا في النتائج ان شاء الله، ونتمنى باش اننا نشاهدوا يعني وجوه اخرى جديده. وكما قلت لك يعني احنا محظوظين لان عندنا يعني عدائين كبار يعني تنستافدوا من التجربه ديالهم. والمراه بطبيعه الحال عندها يعني عندها مكانه مهمة يعني في الرياضة في إقليم تنغير، لأن تنشاهدوا الحمد لله يعني الأعداء اللي تأهلوا البطولة الوطنية بدون أي تدريب بدون أي مشقة، تنشاهدوا يعني العنصر النسوي يعني كثافة في البطولة الوطنية المدرسة. غادي نرجعوا لك سي بودينار إن شاء الله باش غير نشوفوا الارتسامات ديالهم حول هذا السباق والتنظيم ديال السنة، ومازال غادي نعرجوا النقاش بصفة عامة سواء ألعاب القوى في المنطقة النسوية أو الذكورية. يعني بالنسبة لهذا الدورة هذه، تعريف الاسم ديالك أستاذ الله يجزيك بخير. الأستاذ محمد المصطفي، عداء سابق وفاعل في مجال ألعاب القوى. تفضل أستاذ، مرحبا. بالنسبة لهذه الدورة، هذه الدورة الثالثة للسباق النسوي الذي تنظمه جمعية فضاء المرأة. كان هذا الدورة نجاح باهر بكل المقاييس، نجاح على مستوى التقني. كنشكروا في هذا الجانب هذا العدائين وكاع الجميع اللي ساهم والاساتذه اللي ساهموا في تنظيم هذا السباق، لان ليس من السهل ان نجمعوا حوالي 700 او 800 مراه ويكون هذا التنظيم هذا في هذه الظروف اللي هي جيده، ما كاينش بزاف ديال يعني ديال الخروقات رغم ما يقال. فانه كاين المدار كاين مجموعه من الحكام قاموا بضبط المدار السباق، ثم كاين لجنه ديال التتبع، لجنه ديال تقييم النتائج الى غير ذلك. اذا فالذي يمكن القول هو بالنسبه لهذا السباق هذا، فكان سباق ناجح بكل المقاييس. كنتمناو ان هذه المبادره هذه ليس فقط يكون هذا السباق النسوي، بل تكون مجموعه من المبادرات للرفع بالرياضه المحليه ورياضه العاب القوى على وجه الخصوص، لان هناك مجموعه من العدائين والعداءات، ولكن يجب فقط صقل هذه المواهب هذو ثم تشجيع هذه المواهب. نرجعوا لك استاذ نجم الخير، سمح لنا بزاف. معنا سي نور الدين ايتكيكي، اذا عداء، اذا شارك في مجموعه كما قلنا بالاضافه لسي بودينار. كما قلنا السي نور الدين ايتكيكي شارك في مجموعه من البطولات المحليه والجهويه والوطنيه ايضا، ولا زال ايضا يشارك. سي نور الدين ايتكيكي نفس السؤال. نعم السي حسن، بسم الله الرحمن الرحيم. اولا وقبل كل شيء اشكر جميع المنتمين وجميع المساهمين الذين شاركوا في هذه التظاهره. اما بما يخص يعني في المشاركه، فالمشاركة مكثفة جدا يعني من منطقة تنغير، من بومال مدادس، من القلعة، من أنليف، من جميع مناطق إقليم تنغير.
والحمد لله والحمد لله أن هذا السباق خرج بدون يعني أي اصطدامات، بدون أي زاكسيدون، بدون أي مشاكل، بدون هذا هو الأهم يعني عندي أنا بالنسبة لي شخصيا. وأشكر أيضا جمعية فضاء المرأة التي أعطتنا هذه يعني المبادرة كي يعني يبين عدى التنغيري يعني يعني قيمة مثل هذه التظاهرات ومثل هذه السباقات. وأيضا أشكر جميع السلطات وجميع الصحفيين وجميع كل من ساهم في هذا. بالنسبة لك صحفيين هذا واجب، بارك الله عليك سي زعام. مرحبا سي زعام، أيضا من بين الأبطال المتميزين في المنطقة والصعيد المحلي والجهوي، وأيضا يشارك في الصعيد الوطني. نتمنى لكم إن شاء الله مستقبل زاهر ومشاركة أقوى ونتائج أفضل. سي زعام تفضل. نفس السؤال اللي طرحناه على الأساتذة. أولا كنشكر المنظمين هذا السباق النسوي وهذه التظاهرة جات. نعم ممكن تسوس حيت ماشي مشكلة. اي فعلا ماشي مشكلة بالنسبة للغة اللي مرحبا ماشي مشكلة، غير المهم هو التواصل. بالنسبة للحكام جات صدفة باش تنظم التظاهرة في آخر لحظة في ظرف ما كملش حتى يومين تنظمت التظاهرة. بالنسبة لنا راه 100% ناجحة 100% ناجحة، وكنشكر جميع العدائين ديال المنطقة اللي ساهموا في هذا التنظيم، او الصحفيين او السلطات المحليه. نعم مع ان تفضلون اسمح لي الله يجزي بخير سي المهدي، بارك الله فيك. شنو غتقول لنا في هذا الاطار هذا؟ ومن بعد غادي نعرجوا لواحد النقاش اكيد معنا عدائين اخرين التحقوا بنا ان شاء الله ومارسين هذه فرصه باش نعرفوا بهم. تفضل تصبروا معنا واحد شويه الله يرحم والدين. تفضل شو ان شاء الله. المهم نشكر الجمعيات ونشكر المساهمين ونشكر نعم تبارك الله تبارك الله. معنا ايضا عداء ايضا متميز ومتالق مفتاح. السلام عليكم. الاسم الكامل الله يجزي بخير سي مفتاح. الاسم الكامل عبد الكريم مفتاح. عبد الكريم مفتاح ايضا من الابطال المتميزين المتالقين، شارك في بطولات محليه وجهويه وطنيه، لا زال ايضا يمارس كما قلنا. معنا ايضا ابطال وممارسين لألعاب القوى في المنطقة أكيد كثر جدا، يعني ينتمون لنوادي محلية، أكيد نتمنى لهم إن شاء الله التوفيق ومسار متميز. هذه فرصة باش نتكلموا ونعرفوا بهم إن شاء الله، وأكيد أكيد ستكون معنا لهم يعني لنا معهم جولات أخرى إن شاء الله. سي مفتاح شنو غتقول في هذا الإطار ديال السباق النسوي؟ وهضر لنا بصفة عامة على ألعاب القوى باش نعرفوا باش نشوفوا الأبطال الآخرين معنا شنو خاص ألعاب القوى في المنطقة. تفضل سي مفتاح. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا نشكر الدراري اللي تخدموا حاضر نص، سواء الدراري اللي خدم كان العاب القوى دغي الحمد لله نجمع داك الدراري، بانه الهدف هو ان نزيد الالعاب القوى قدام ان شاء الله. فايضا ضيت حالات جايه التعاون ديال التشارك بين الرياضيين بين جميع السلطات باش يضاد يدوز قدام ان شاء الله. ايضا السباق ما ديتني السباق الحمد لله دادي واخا دادي وقت وجيز، نحاول ما امكن نسير الجهد النغ الا ان شاء الله اخطات والنغات. تبارك الله عليك عندنا نقول ان شاء الله سينا ما ان شاء الله. نعم دغي كنا نسقسيو السؤال مادي خصا العاب وخصوصا الجانب الاولاني، طلعت بان يشري بزاف في ديلان يشري شنو اللي مادي المشكل بالضبط يشري البطلات ممكن. نعم زيد الحمد لله كيقتنك تنغر تنغوات ولو لي زاتليت ولو واني الحمد لله كل سنه تلي تكتشفت المواهب الجديدين الحمد لله. راه ماشي سهل الدراري ديالنا راه كاينين واصلين البطوله الوطنيه، كاين اللي تكلاس 13 كاين اللي تكلاس 7 في البطوله الوطنيه. المهم راه كاين التطور ماشي غير هضروا لنا على الاسماء الاخرين اللي ما حاضرينش معنا. كاين خصوصا منير الوالي الياس
نعم لنا الدراري اسطوا وتشاركني كل البطولات غير حاليا ياك بدك خاطر نتفرج الالتزاماتنا البطوله الوطنيه العاد والريفيق سكول الحاج البطوله في الدراري انا هلالي بطوله العالم هلالي بطوله العالم ياك نتمنى لهم ان شاء الله نتمنى الخير ان شاء الله توفيق تشرف المنطقه تشرف نواد المغرب ان شاء الله نعم مرحبا ماشي مشكل وانا كريم شركي تدخل مرحبا الله يجزيكم بخير كنتمنى كما يعني قالوا الاخوان بان عداء كاينين طاقه عندنا هنا في تنغير غير كما ان شاء الله يعني شخصيا وباسم العدائين ديال المنطقه ديال تنغير كنتمنى من السلطات المحليه والمسؤولين يعني يشجعوا هاد الطاقات ويشجعوا يعني كيفاش يكون تشجع دابا قول لنا شي مقترحات شي اليات ديال هاد الالتفاته وهاد التشجيع وهاد التحفيز وهاد الكلمات كلها اجرائيا يعني شي امور كتقترحوها انتما يعني اولا نعم. اولا كلشي غادي ان شاء الله اولا نعم. هو كما قلتي هو حتى واحد ما كيعرف يعني العدائين ديال تنغير لا العدائين يعني السابقين ولا العدائين الجدد اشنو خاصنا هو اول حاجه وقبل كل شيء اقولها شخصيا هو تكريم عدائين وتشجيعهم ويعني ماديا ومعنويا وهادشي اللي كنطلب من نعم. المسؤولين شي حاجه اجرائيه ممكن تقولنا تكون واحد المتابعه بالنسبه للعدائين خصوصا يعني هادو اللي تيخرجوا يعني على الصعيد يعني المدارس تنشوف واحد الرياضه المدرسيه الاهتمام بالرياضه المدرسيه هذا النقطه الاولى ان تنشوفوا عندنا مواهب اللي غادي يمشيو يعني بعيد في هذا الميدان هذا ولكن للاسف ما كانش واحد الالتفاته خصوصا يعني اساتذه التربيه البدنيه تنتمنى لهم باش انهم تكونوا متابعه بالنسبه للدراري لانهم تيستغلوهم ديك اللحظه بالضبط وكيتم يعني نعم تهميشهم بهذا المعنى وكنتمنى عبد الثاني من ان شاء الله بفضل هذه المشاريع الرياضيه اللي غتقوم ان شاء الله في سنغير نتمنى باش انه تكون حلبه بطاطيه ان يعني نقدر نقول لك بان المشكل الوحيد تنضطروا باش اننا نمشيو للرشيديه والتزاز باش نديروا حصص تدريبيه يعني هذا واحد والعدائين ما عندهمش يعني الميدمار ما عندهمش تخصصات يعني خصنا التخصصات ديال 1500 800 متر القفص الطولي خلينا ننظم هذا الشيء خصكم واش كاين شي انديه هنا في تنغير كاينين الحمد لله عندنا مؤطرين غيمشيو يعني بعيد في هذا الميدان هذا عندنا عدائين يعني هضرنا على هاد المؤطرين بثنيا يعني مديسن عندنا عبد الله الزعم مثلا عندنا أمدا خالد أمدا عندنا كذلك يعني وكيفاش كتواصلوا مع العداء الدولي والعالمي السابق واللي مازال كيمارس عبد الرحمن الكوش استاذ عبد الرحمن الكوش يعني حنا مستعدين باش اننا نستافدوا من التجربه ديالو لان صراحه مازال ما خديناش عنده يعني شي امور اللي هي خاصه يعني نسبه العاب القوى فحنا ان شاء الله حنا يعني عندنا امل باش انه يجي ونسمعوا له ونسمعوا الخبره ديالو باش اننا نمشيو بعيد والحمد لله كما قلت لك راه عندنا عدائين اللي غادي يمشيو بعيد يعني على الساحه الوطنيه الساحه الدوليه وانما كما قلت لك خص واحد الالتفاته بالنسبه نعم تبارك الله عليك ننتقل واش كاين نرجعوا بحال قلت نرجعوا شويه كاين شي حاجه تقول لها استاذ سميت استاذ غير في هذه النقطه هذه اذا خصنا نركزوا اذا كما قالوا الاخوان كاين طاقات كاين عدائين كاين فئات صغرى يعني كاين الخلف غير انه خص يجب اولا الاهتمام اللي هو اساس هذا العاب القوى في المنطقه يجب الاهتمام بالرياضه المدرسيه لان الرياضه المدرسيه هي اللي كتعطينا واحد الاساس او القاعده لخروج مجموعه وظهور مجموعه من العدائين نعم. ثم يجب التشجيع المادي ليس فقط المعنوي لان هناك تشجيعات معنويه ولكن لابد من تشجيع مادي للعدائين لانه كيضطروا انه يتنقلوا من جيوبهم يعني يخلصوا لهم التنقلات يخلصوا لهم المبيت الى غير ذلك لان تيكونوا سباقات داخل في مدن اخرى ولكن اللي تيكون المشكل الاكراه اللي كيواجهوه هو الاكراه المادي يعني انه خصك تخلص مثلا هذا التكليف او التكلف بهذ الاجراءات ديال التنقل المبيت الى غير ذلك ثم كذلك انجاز حلبه مطاطيه كما يقول الاخوان تليق برياده العاب القوى لان المنطقه نعم. الحمد لله كتميز بخصائص طبيعيه جد ممتازه يعني كتساعد يعني المنطقه فيها الجبال وكذا يعني باش يكون واحد النفس واحد الريتم اللي سميتو قوي وممكن ينافس على الصعيد نعم. ايضا حتى الدولي نعم المنطقه فهي طبيعيا فهي مساعده اذا هناك ارتفاع اكثر من 1500 متر 2000 متر
في المناطق اذا هنا عندنا العلو وعندنا جبال مثلا في المنطقه ديال تمتوش اتهاني انه نستفدوا منها في التدريب، ولكن ان كما قلت خص الالتفاته بهذه الفئه هذه ديال العدائين وانشاء او تاسيس نادي خاص او جمعيه خاصه بالعاب القوى، لانه لا يعقل انه كنلاحظوا كثره العدائين ولكن ما كاينش حتى شي التفاته لهذه الفئه هذو. نعم يعني مشتتين مشتتين ديال سميتو كل واحد هنا وهنا، يجب الاهتمام بالفئات الصغرى لانهم هما الخلف ديال العدائين اللي عندنا في المنطقه. شكون في النظر ديالك اللي غادي يدير هادشي؟ شكون في النظر ديالك؟ النظر هو انه خص خصنا المندوبيه الاقليميه للشباب والرياضه انها تهتم بهذا الرياضي لعب القوى في المنطقه، الجمعيات الرياضيه، ثم الجماعه الحضريه، اذا الجماعات المحليه والقرويه والقرويه والترابيه الى غير ذلك. تبارك الله. نرجعوا شكون سي عبد الله ولا سي؟ نعم سي عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. غير جات الاضافه نا العاب القوى ونتهزات غدو نخسيت الدراري كان يدا الميدان يسين الخبايان يسين غينا ودا الضحان غير تك القلب نسدو لنا غنسي غيا دي ضحى بدون اي نيجان ما تزيدو لنا غادي ضحى بنادم. يعني ان شاء الله نبدا سيال البرنامج بانه نتجمع نتحاول ما امكن نسيرو دونا نتغوري بنادم هذا الوقت ونادم تديها كون نتاويس الرياضه شكون خصنا تحاول ما امكن ود الاخطاء الداين وقع كون الا شحال هذا دونا هذو اللي شنو وقع نندي هذو اللي شنو وقع كان طرات نوغ نبدو هذو غير بنادم سواء غير سواء والد منا نسيران البرنامج الحمد لله عندنا نتجمع الدراري جميع الدراري العدائين تاعك المنطقه غير الصانت هنا نتجمع تركوات السبيت الصباح تركوات السبيت مع الربعه النشان الصباح الحد. ف النداء دغيا اي واحد يرانا يمارس العاب القوى اي تشري جميع الاعمار الهدف نكوني مشوري فيه البطاره تفغني تنبدني احلى المجتمع نسن نشرنا الرياضه نشرنا الدين نسن حافظ نخف الدين نسن حافظ نخف في الاصول نسن وانا خدمه للبلاد نسن خدمه للثقافه ان شاء الله. كل اضافه سي زعم في اختصارات السي حسن. مرحبا السي حسن تسمحت لي اكيد قان ان شاء الله قان زيد نعمق النقاش زيد سي زعم السي حسن نتمنى سميتو